السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة سنة أولى كمبيوتر برعاية موقع تعلمه. فكرة وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، مونتاج وإخراج أحمد شفيق، ندى دعاية وتسويق وزارة الفردوس، متغمر المنصورة مصر. رقم تليفونات 0165-47-329 أو 0175-272-96. الإيميلات learnonline1@gmail.com، fehrogroup@yahoo.com، fehrogroup@hotmail.com. المدونة بتاعت السلسلة www.onefirstyear.blogspot.com. النهاردة هنبدأ حلقة مهمة جدا، أو هنبدأ مرحلة قوية جدا في السلسلة، وهي مرحلة يعني تكاد تكون مركزة شوية، فمحتاجة ان الناس تركز معانا حبتين عشان المعلومات اللي هتتقال يمكن تكون مجمعة، ويمكن تكون يعني هنقولها بشكل سريع شوية، يعني مش هنمشي زي الحلقات اللي كانت في الاول اللي كان فيها سن البطء، بسبب ان المفروض ان ديت اساسيات، فالناس اللي مش عارفاها او الناس اللي عايزة تتعلمها لازم الواحد يراعي في الاول ان هم محتاجين شيء من السهولة والبساطة في التعلم، لان هم ما عندهمش الخلفية الكمبيوترية اللازمة لان انا اقدر اجري معاهم وصرع في الكلام وصرع في الاداء. النهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة جدا اسمها تعلم الوورد في ساعة. اتعلم الوورد في ساعة، طبعا برنامج وورد برنامج عظيم جدا وشهير جدا، ويكاد يكون يعني كل اللي بيستخدمه الكمبيوتر بيستخدمه، بس احنا فكرتنا ان احنا بنكلم واحد ما يعرفش حاجة عن برنامج الوورد ده وعمره ما شافه اصلا، فعايزين خلال ساعة نعرفه اساسيات البرنامج ده بحيث ان هو بعد كده يقدر يستفيد بيه ويقدر يستخدمه. فطبعا دي مهمة مش سهلة، وهتحتاج بذل مجهود مني وبذل مجهود من اللي بيسمعني عشان يستفيد اكبر استفادة ممكنة، وانا ان شاء الله هحاول ابذل قصارى جهدي في ان انا اقول اكبر كم ممكن من المعلومات المهمة. هدف الحلقة ببساطة جدا هو تعليم مبادئ واساسيات البرنامج واشهر الاوامر والادوات المستخدمة، بس يعني احنا هنعلمك الحاجات اللي غالبا المستخدم بيستخدمها في الوورد. اي واحد بيستخدم الوورد غالبا بيحتاج الحاجات دي او بيعرف، انما ان انا اعلمك كل ادوات الوورد في ساعة واحدة دي حاجة مستحيلة. نبدأ مع بعض. طبعا بنفتحهم من قائمة start all programs microsoft office، وبعدين نجيب microsoft office word. عايز اكد على نقطة ان احنا نتعلم الاوامر المشهورة لكل الناس بتستخدمها، مش كل الاوامر اللي موجوده في البرنامج، لان عدد الاوامر موجود في البرنامج مهول جدا. احنا ان شاء الله هنشرح الوورد تفصيليا برضو في السلسله في سنه اولى كمبيوتر، بس تباعا يعني احنا بناخد الدنيا سنه سنه. في الاول هنشرحه مجمل عشان الناس تبدا تفهم يعني ايه وورد وتبدا تشتغل بيه، بعد كده تفصيلي بقى احنا مع بعض ممكن نقعد نشرحه في كذا حلقه. اول حاجه هنتكلم فيها التعريف بالبرنامج. البرنامج برنامج وورد من اشهر البرامج بتاعه معالجه النصوص. يعني ايه كلمة معالجة النصوص؟ يعني البرامج اللي بتعمل الكتب او اللي بتعمل الـ كل المطبوعات، ما يطلق عليه المطبوعات، ممكن تكون مطويات، ممكن تكون كتب، ممكن تكون رسائل كبيرة صغيرة، ممكن تكون ابحاث، اي حاجة من الحاجات القابلة للطباعة دي، هو ده وظيفته الاساسية. فمعالجة النصوص انك تخلي النص بالشكل اللي انت عاوزه، يعني بمعنى ادق زي ما تقول كده الاخراج، فكره الاخراج، بس بدل ما اخراج سينمائي او اخراج تلفزيوني هو اخراج كتابي، ان هو يخرج الحاجه في ابهى صوره بحيث ان يسهل على قارئ الكتاب ده ان هو يخرج باكبر فايده منه نتيجه التنسيق الكويس والاخراج الكويس للكتاب ده. او طبعا احنا نضرب الكتاب لانه اشهر التطبيقات بتاعته او اشهر الحاجات اللي بنستخدمها نكتب بيه كتب، اشهر حاجات اللي بنستخدم الوورد فيها ان احنا نكتب بيه كتب، انما احنا طبعا اي حاجه قابله للكتابه ولو تكتب صفحه واحده هيبقى برنامج الوورد يعينك ويساعدك على كده، هو مش فارقه معاه اصلا، يعني هو انت بتكتب اللي انت هتكتبه هو اللي هيطلع لك كده. عندنا اول نقطه تعريف في البرنامج. تاني نقطه امثله على البرنامج. ده شكل البرنامج قدامنا. طب احنا عايزين نشوف امثله لحاجات تعمل بالبرنامج. لو دخلنا هنا هنلاقي ده امتحان معمول بالبرنامج ببرنامج الوورد اهو، او نكبر كمان عشان الصوت تبقى باينه لحضراتكم. اهو ده امتحان معمول في المملكه العربيه السعوديه، امتحان كمبيوتر معمول بالوورد، وشوف حتى تحت عامل جدول جميل جدا بالوورد.
ده شكل الامتحان. لو عايزين نعمله معاينة للطباعة من هنا، نلاقي الرمز ده نضغط عليه كده، احنا بنعمل معاينة للطباعة بتشوف شكله لما يطبع ازاي، فنلاقي ان في هنا كان غلطة ان هو خرج ده عن اطار الصفحة، خرج الجدول ده عن اطار الصفحة، فالمفروض ان هو يرجعه ويظبطه شوية، وهنتعلم من الحاجات اللي زي ديت ان شاء الله. المفروض ان هو كان يرجعه ديت يعني غلطة من الراجل اللي كاتب او من الراجل اللي عامل الحكاية ديت، كان المفروض ان هو يصلحها بس. فمعاينة الطباعة بتبين لي العيوب اللي في البرنامج في الكتابة بتاعتي، لأن ممكن أحتاج إن أنا أصلح حاجة. ده طبعا كيف تلتهم كتابا مقالة كانت عجبتني يعني على الإنترنت، ونقلتها في الوورد، في نسختها وطبعتها. طبعا أنت لو علمت على أي حاجة في الدنيا كده وضغطت عليها كليك يمين كوبي، ما أنت كده خدت منها نسخة، تيجي في الوورد في أي حتة فاضية تعمل كليك يمين بيست تطبعها. فانا ده اللي انا عملته. فان شاء الله هنتعلم ازاي ننسق حاجه زي كده، حاجه موجوده ومش متنسقه، يعني شكلها مش منظم ومش مرتب وغير منسق. بعد كده عندنا كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة، كتاب رائع الترجمه بتاعته. فانا الكتاب متنسق تنسيق كويس، العلامه ديت لو ضغطنا هنا كده هيفصل لي صفحتين عن بعض. كمان جدول المحاسبة اليومية، هنلاقي هنا حاجة معمولة زي أسئلة كده إنك تقراها كل يوم كنوع صورة من صور المحاسبة اليومية. هنا نلاقي المحاسبة اليومية في صورة أسئلة، هنا نلاقي جدول ليه، جدول برضو أهو. وشوية نقاط وتعليقات على الجدول. كل الحاجات دي ممكن تتعمل بالوورد. المهم البرنامج بشكل عام يقدر يعمل لي كل اللي انا عاوزه وزياده شويه. نبدا مع بعض نتعرف مع البرنامج. الجزء اللي على اليمين ده، الجزء اللي على الشمال ده قصدي، هو الجزء اللي انا بشتغل فيه. الجزء اللي على اليمين ده اسمه الرايت بين، الجزء ده انا بقفله اللي هو الايه بتاع المكتوب فيه جيتنج ستارت ده انا بقفله غالبا ما بحتاجوش. الشاشة قدامي كبيرة لو حضرتك واخد بالك، يعني الصفحة كلها مش باينة، فانا بقوله 100% 100% يعني يظهر لي كل حاجة، فده 100% ده الوضع الامثل للكتابة بالنسبة لي. انما لو الكلام صغير او لو انا عايز اشوف تفصيل من تفصيلة من تفاصيل بصغر. هنبدأ نتعرف على البرنامج الاول. طبعا البرنامج بيتكون من اجزاء اساسية مشهورة جدا، هي التايتل بار زي برامج مايكروسوفت كلها وزي اغلب البرامج، التايتل بار وبعدين المنيو بار وبعدين البارز المختلفة، ده الستاندر بار وده الفورماتنج بار، وبعدين تحت هنا في بار كمان اللي هو الدروينج بار، وبعدين عندنا كمان الستيوس بار. ده شريط العنوان اللي احنا دايما نقول عليه بقى مكتوب فيه عنوان الدوكيومنت، فده مكتوب دوكيومنت 1، ده وضع افتراضي يعني وضع اوتوماتيكي. البرنامج بيسمي المستند بتاعه على طول باسم مرقم، دوكيومنت 1 دوكيومنت 2 دوكيومنت 3 لحد ما انت تعدل في الاسم. بعدين المنيوز اللي هنا بجيب منها الاوامر والحاجات اللي انا بحتاجها. المنيوز دي فيها كل حاجه، بعض هذه الاشياء موجوده في البارز عشان تسهل عليا ان انا اعمل حاجه، بدل ما كل شويه ادخل منيو يبقى انا ممكن اجيبها من البار. البارز فيه 3 بارز مشهورين جدا اللي هم الستاندر اللي انا واقف فيه دلوقتي، وبعدين الفورماتنج اللي تحته، وبعدين تحت الايه الدروينج. دوت الداتا بارز اللي غالبا بيحتاجهم غالب المستخدمين بتوع برنامج الوورد. تحت الستاتس بار بيعرفني ايه الموقف بتاع الصفحه دي، يعني مثلا كاتب لي دي بيج 1 يعني دي الصفحه الاولى، طب سيكشن كام يعني جزء كام، طب الصفحه الاولى من كام صفحه، يعني هنا 1 من 1 يعني واحد من صفحه واحده من عدد صفحات واحد. طب لو انا عندي صفحتين اهو اعمل صفحه تانية اهو، يبقى انا عندي الصفحه 2 انا واقف في صفحه 2 من 2، طب لو رجعت هنا يبقى انا واقف في الصفحه 1 من 2، يبقى انا كده عملت صفحتين. خلاص ده الشكل العام للبرنامج. نخش بقى في التعرف على التول بارز. التول بارز اللي قدامي ديت ممكن ما تبقاش ظاهره قدامي، طب ازاي اظهرها؟ اظهرها فيها بان انا بضغط هنا كليك يمين وبعدين بلاقي قدام البارز كلها، اللي متعلم قدامه صح ظاهر، اللي مش متعلم ده مختفي. فانا لو ضغطت كده وضغطت كده وضغطت كده اخفتهم كلهم، البرنامج كده بقى ما فيهوش حاجه خالص. طب انا عايز اظهرهم تاني، اضغط كليك يمين وبعدين اضغط على ستاندرد تظهر، اضغط على فورماتنج تظهر، اضغط على دروينج تظهر.
في هنا اهو زرار بضغط عليه بقول له شو بوتنز ان وان رو، يعني اظهر لي الزراير بتاع الستاندر والفورماتنج ديت في وان رو في صف واحد، فيدخلوا في بعض بس يبقوا ناقصين. لو ضغطت هنا هلاقي بقيتهم هنا اهو، يعني هما دخلوا بقوا الاثنين مع صف واحد بدل ما هما صفين. الافضل دايما ان انا اخليهم صفين، شو بوتنز اون تو روز. كويس، الدروينج بار بيبقى تحت. طبعا انا ممكن احركه اخليه فوق، اخليه كده طاير، اخليه فوق، اخليه في اي حته. انت بتيجي تحركه هو بيتحرك معاك، وبعدين بيقول لك انت عايز تعمل ايه بالظبط. يبقى احنا كده اتعرفنا على التول بارز وازاي نظهرها ونخفيها واهميه كل واحد فيهم. الستاندرد بوتونز، الستاندرد بوتونز تول بار او الستاندرد تول بار ده وظيفته ان في الحاجات الاساسيه اللي انا بحتاج استخدمها في البرنامج. الفورماتنج وظيفته التنسيق، الدروينج يعني بيعمل تنسيق يعني بيحل الكلام، بدل ما الكلام موجود بشكل عادي او بشكل غير منسق ومنظم ومرتب بيحاول يعمل موضوع التنسيق والترتيب والتنظيم دي. الدروينج طبعا اللي تحت ده بتاع الرسم، يعني البعد الجمالي في الموضوع او البعد اللي بتاع الرسم. يبقى احنا كده عرفنا وظيفة كل تول بار من التولز بار، من التول بارز الشهيرة دي. طبعا في تولز بارز كتير جدا، لو ضغطت هنا هتلاقي الاوتو تكست وكنترول تول بوكس والبيكتشر والتيبلز والبوردرز والتاسك بين، تلاقي حاجات رائعة. التاسك بين اللي هي دي، لو حبيت اظهر تاسك بين او اخفيها، هي ديت اه البين اللي عندي ديت، اللوحة اللي عندي ديت اقدر اظهرها واخفيها زي ما انا عاوز. نبدأ نخش على البرنامج. انت وانت بتكتب في البرنامج بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولانية التحرير، بتكتب البرنامج يعني بتحرره كتابة، المفروض انك مثلا بتألف كتاب فبتكتب الكلام اللي انت هتكتبه على ورقة، غالب الناس بتكتب على ورقة الأول، فانت بتحرر الأول على ورقة، بعدين بتنقل اللي على ورقة ده في التحرير برضك بتحرره على الكمبيوتر، بتنقل الكلام اللي انت كتبته على الورقة ده بعد ما عملت المسودات وظبطته وقلت ده الشكل النهائي بتاع الكتاب بتاعي أو بتاع الرسالة بتاعتي، بتنقله بقى تكتبه على الكمبيوتر. يبقى بنكتب على ورق الاول وبعدين بننقل اللي احنا كتبناه على الورقه بعد ما نظمناه ورتبناه وحذفنا الحاجات اللي هتتحذف وحطينا الحاجات اللي هتتحط، بننقلها على البرنامج. بعد كده عندنا المرحله الثانيه بعد ما نقلناه على البرنامج وموجود على البرنامج، ان انا بنسقه يعني بخلي شكله كويس وبندمه وببص عليه كويس. بعد كده مرحله المراجعه، ان انا ابص وراجع واظبط. دول تلات مراحل مختصرة جدا، يعني انا مش عايز اخش في مراحل تفصيلية بتاعت الكتابة والمفروض ان الموضوع يمر بيه. طبعا لو عايز اطبعه بطبعه، ويبقى كده الكتاب او الحاجة اللي انا عايز اللي انا عندي ما عايز اكتبها الكتاب. هنخش بقى في اشهر الاوامر. الاول هنخش في مرحلة التحرير، ليه عايزين نكتب. فهنكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، كده كتبنا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده ننزل نضغط انتر، انتر اللي انا ضغطتهم دوت انتر انتر، انا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم عادي، وبعدين ضغطت انتر عشان انزل السطر اللي تحت. وانا بكتب بسم الله الرحمن الرحيم بعد كل كلمه بضغط على المسطره، وانا بكتب بسم الله الرحمن الرحيم بعد كل كلمه بكتب الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد. يبقى انا كده كتبت الكلام بتاعي. فرضنا ان انا عايز اكتب الجملتين دول بس، هقوم اعمل ايه؟ هقوم بعد كده عايز بقى انا كتبته خلاص، عايز اطبع الكلمتين دول بس كده، مش عايز اكتب حاجه تانية. كويس، هم جاي كده ومعلم على الكلام بتاعي. في قاعدة عامة ان انا لما بعمل تنسيق او لما بعمل تعديل او لما بغير اي حاجة لازم اعلم عليها الاول. البرنامج بيبقى مش عارف انت عايز تعدل في ايه، يعني انا قلت له كبر لي الخط، طب كبر لي خط اي كلمة، طب غير لي اللون، غير لي لون اي كلمة. فانا لازم اعلم بتاع زي ما انا بعلم دلوقتي كده، ده السيلكتنج او الاختيار، بختار الجزء اللي انا عايز اعمل فيه تعديل. فانا علمت دلوقتي عليه كده. بعد كده اقول له عندي تلات او اربع اوضاع، اربع اوضاع. الوضع الاولاني ان انا اقول له حازي مين، يعني احنا من حازي من اليمين اهو،
طب الوضع التاني، حازي شمال، نقلناه بحيث ان ننطلق من الشمال، المحاذاه يعني الانطلاق، يعني نظبط على اليمين زي في الجيش وفي العسكريه لما بيحازوا حازوا يمين او حازوا شمال. في بعد كده حازي في الوسط، كويس. في بعد كده المحاذاه العامه اللي هي الايه اللي بيسموها الجاستيفاي، ده اللي هو ايه، ان انت تظبط على الناحيتين، تحازي على الاتنين في نفس الوقت. فاحنا بناخد المحاذاه في الوسط ديت من المحاذاه الحلوه اللي انا بحبها، فده السنتر، كويس. بعد كده دي اول اداه اتعرفنا على 4 حاجات دلوقتي: حازي يمين، حازي شمال، حازي في الوسط، وبعدين اظبط على اليمين والشمال في نفس الوقت. دي اول حاجه عرفناها في تنسيق. تاني حاجه نقوم ماسكين الخط من هنا ومكبرين الفونت، ده فونت 12، انا شايف ان هو صغير، طب اكبره خليه 20، طب اكبره خليه 26، كويس. طب انا شايف ان الخط ده كويس وكل حاجه، بس عايز اعمل فيه مزيد من التعديل، اعلم عليه واقول له طب اكتبه لي بخط تخين. طب انا ليه بكتب بخط تخين؟ احيانا لما بكتب بخط رفيع في انواع خطوط كتير جدا هنستوعب بعضها حالا. بعض انواع هذه الخطوط لما بتكتبه بخط رفيع وتيجي تطبع 3 طباعة باهتة او 3 طباعة مش باينة، فانت لما بتدخن الخط او بتعمله سميك اللي هو البولد ده، بتعمل بالخط السميك ده، بيسهل عليك انك لما تطبع تكون الطباعة واضحة. بعد ما اعمله سميك ممكن بعد كده استخدم وضعية الايتاليك اللي هي اكتبه مايل، هلاقي الكلام مايل ناحية اليمين شوية، لو كده يبقى انا كده خليته معدول كده اخليه مايل، بعد كده اخليه تحتيه خط. يبقى انا دلوقتي عرفت الحاجات دي كلها، يبقى انا عرفت ازاي اغير الفونت، ازاي اكبر حجم الخط اللي هو الفونت سايز، ازاي اكبره واصغره، ازاي اعمل الخط سميك ومايل وتحتيه خط، كويس جدا. طب بعد كده عايزين نتكلم بقى على انواع الخطوط. انواع الخطوط عندي كتير جدا، يعني احنا يمكن عارفين بعض انواع الخطوط القليله عندنا، بس كل العالم بقى فيه انواع خطوط كتير جدا، وفي مكتبات خطوط، يعني انت ممكن تجيب مستند وورد من عند اي حد تيجي تشغله عندك ما يشتغلش، لان ما عندكش الخط بتاعه، تيجي تشغله تلاقي الخط عباره عن تخريف، الخط عباره عن ما فيش حاجه يعني. فلازم يبقى عندك ايه، مكتبه خطوط. مكتبه خطوط دي بتلاقيها على النت وبتلاقيها على المنتديات وتلاقيها في حتت كتير، مجموعه خطوط يعني متجمعه مع بعض، تاخدهم كوبي بيست وتحطهم في قلب بتاع. طبعا ده مش موضوعنا، احنا بنتكلم دلوقتي في الايه، في البورد، فده يعني حاجه تبع الويندوز. المهم بس احنا بنتكلم عن الخطوط المشهوره، فعندنا خط مشهور جدا هو الارابيك ترانسبورت، ترانسبيرنت اسف. عندنا بقى خط تاني اللي هو الايه، الاندلسي. خط الاندلسي ده خط رائع جدا اهو. انت بقى ممكن تجرب الخطوط حسب ما انت بتحب. انا في خط بعشقه اللي هو الكوميك سانز ام اس ده، بس ما بيجيش هنا عربي، يعني هو بيجي في حتة تانية عربي، بيجي في المنتديات وكده، انما هو مش جاي في الورد عربي. خط كده يعني رائع. في خط مشهور جدا ناس كتير جدا بتستخدمه اسمه تهومة اهو، انا اكمن عارف اسمه، ضغطت هنا بحيث ان انا اكتب، فكتبت التي فهو عارف ان انا عايز تهومة فاضغط انتر، بس ما كنتش معلم فما حصلش تغيير، يبقى انا هضغط هنا تاني وبعدين اضغط على التي فيعرف ان انا عايز خط بحرف التي. ممكن انا لو حافظ اسم الخط اكتبه هنا في البوكس، بدل ما اضغط على السهم اضغط هنا واكتبه في البوكس، بعد كده اضغط ايه انتر، كده غير الخط الايه لتهوم، كويس. هنرجع بقى نظبط الخط تاني، كنترول ايه نعلم على الكلام كله، لما اضغط على كنترول ايه بنعلم على الكلام كله، ونرجع نجيب مثلا الايه ارابيك ترانسبورت ترانس، مش عارف معلقه معايا ليه، اللي هو الايه العربيك ترانسبير. دلوقتي استعرضنا شويه ادوات كويسه جدا. في هنا وضعيات للكلام، يعني الكلام اللي انت ممكن تكون عامله، ممكن يكون عايز تعمله كلير فورماتنج، يعني امسح التنسيق خليه كلام كده من غير حاجه. في هنا بقى وضعيات كتير، في عندي الهيدنج 1، الهيدنج 2، الهيدنج 3، يعني دي وضعيات للكلام، بمعنى ان انا عندي الكلام انواع، يعني بتوع اللي بيشتغلوا مثلا في الصحافه او في الجرايد يعرفوا الموضوع ده، اللي بيشتغلوا على البرامج اللي هي زي الوورد والاقوى منه كمان، بيعرفوا ان العناوين من ازاي بعضها، في عنوان رئيسي مثلا والمانشيت والكلام ده، وفي عنوان المقاله، وفي التفاصيل اللي جوه، فكل واحده بتلاقيها معامله خاصه. فانت ممكن تختار الوضعيه اللي موجوده هنا،
هتلاحظ ان هو الموقف اختلف تماما، لان هو انت اخترت له وضعية تانية. هتلاقي هيدنج 1 غير هيدنج، هيدنج 2 غير هيدنج 3. خلاص، لو عملنا كلير فورماتنج بقى هيمسح التنسيق وهيرجعنا للوضعية اللي كنا عليها في الاول خالص، وهي ان انا ما عادش تنسيق خالص. طب احنا دلوقتي جربنا حاجات كتير، فرضنا ان انا بعد ما يعني عملت دلوقتي، انت لما هتكتب هتجرب مثلا، عندك هنا مكتبة خطوط او عندك هنا مجموعة خطوط ضخمة جدا، هتمسكهم بقى وتجربهم خط خط. مثلا هتجيب التراديشنال ده، هتجيب بقى الخطوط اللي عندك دي كلها وجربهم انت عشان تتعرف على البرنامج وتعرف ان الخط اللي هتحبه او الخط اللي هتكتب بيه. في الاخر طبعا هتختار لك خط، خطين ثلاثة او اربعة. غالبا كل الناس ايه كل واحد بقى له خطين ثلاثة بيحبهم وبيستخدمهم في كتابته وخلاص. وطبعا يراعي هو بيكتب ايه، يعني في خطوط رسمية وفي خطوط تكتب بيها لاي حد، يعني في خطوط المؤسسات والهيئات العامة والحاجات اللي زي دي بتتعامل بيها، انما في خطوط ممكن تبعتها لاي حد. يعني مثلا تهومه، تهومه ده ما ينفعش تبعت بيه لاي مؤسسه او هيئه. لو انت مثلا تكتب جواب على الوورد وتبعته، ما ينفعش تكتبه على تهومه، لانه خط يعني ما تحسش بيه بالرسميه، ان هو خط مش رسمي، ما بيستخدمش اي استخدام. عمرك ما تلاقي كتاب جاد مطبوع بتهومه، كتاب علمي او كتاب كذا يكون مطبوع بحاجه زي تهومه. المهم نرجع للنقطة اللي احنا كنا بنقولها، وهي ان احنا جربنا حاجات كتير. ففرضنا ان انت بعد ما جربت اكتشفت ان حاجة من قبل خمس ست حاجات انت جربتهم هي اللي كانت كويسة. يعني انت جربت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست، فاكتشفت ان واحد هو كان احسن اختيار وان الستة التانيين تعبانين، فعايز ترجع في كلامك، فتقول له ايه؟ كنترول زد، كنترول زد، كنترول زد، كنترول زد، كنترول زد. اقول له انا عايز اوصل لدي. كويس. طب لو انا عايز ارجع في اخر خطوة دي، يعني انا جبت دلوقتي دي واحد، فرضا انا عايز اجيب اتنين بقى، ما انا لو رجعت بعد الواحد هجيب صفر، لو عملت كنترول زد تاني هجيب دلوقتي دي بالنسبة لنا صفر. كويس. طب لو انا عايز ارجع لواحد اعمل كنترول واي، يعني كنترول زد ارجع في كلامي، انما كنترول واي ارجع في الكلام اللي انا كنت رجعت فيه، يعني ارجع في كلامي مرتين. يعني انا كنت واقف عند واحد فرجعت في كلامي، هروح لمين؟ هروح للصفر. طب لقيت الصفر ده وحش، عايز ارجع في كلامي، ما هو كنترول زد كمان مره هترجعني بعد الصفر اللي هو السالب. كويس. فعايز ارجع بقى في كلامي بحيث ان انا ما ينفعش استخدم كنترول صفر، لان كنترول زد، كنترول زد هتنقلني من الصفر للسالب، فانا عايز اتنقل من السالب ما اروحش السالب، انتقل من الصفر للواحد، فاعمل كنترول واي. يبقى دي كنترول زد نقطة الصفر، كنترول واي ارجع للواحد. وبعدين هاجي من هنا امسك التراديشنال ده، تراديشنال مش حافظ انا اسامي الخطوط خالص، عارف شكلهم كده وبستخدمهم على طول، بس واحد ما بيهتمش بانه يقولهم قوي يعني او ينطقهم، فمش متعود عليهم. خلاص كده عرفنا حاجة مهمة جدا في البرنامج دلوقتي، وهي عملية التنسيق. في حاجة تانية بقى دلوقتي، فرضنا ابعت رسالة لواحد، فعايز اقول له يا فلان اولا، او يعني عايز اقول له مثلا اي حاجة، بلاش رسالة، حتى اقول اسباب مثلا، اسباب اي حاجة، اسباب رفض الكذا. يعني مثلا بكتب اي كلام بقى، بكتب اي حاجة لأي حد وبعدين عايز اقول له اسباب رفض الكذا، فهكتب ان السبب الاولاني عدم جدوى كذا 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 كذا، السبب الثاني عدم مطابقتها للمواصفات، السبب الثالث عندي فكرة افضل. يبقى انا كتبت حاجات، المفروض الحاجات دي تتبعت منقطة. يعني ايه منقطة؟ يعني في صورة نقط. فالحل الامثل ان انا ابعتها في صورة نقط، ان انا ابعتها واحد اتنين تلاتة. فالاول اعلم عليها وبعدين هشيل منها، ودي حاجة كويسة برضك ان احنا نقولها، ان احنا بعد ما عملنا كده التنسيق اللي احنا عم اخترناه ده ماشي على الكلام كله الى ان انا غيره، فانا اقوم جاي هنا اهو وبعدين ايه شايل له الاندرلاين ده، يعني ايه شيل الاندرلاين. خلاص يبقى هو كده كتب الكلام وشال منه شد تحت خطه وايه، وشال منه الايتاليك او شال منه وضعيه ان الكلام مايل.
كمان عايز اغير الفونت، ان كده الكلام العنوان الرئيسي بقى مكتوب بفونت كبير، طبعا عايز اغير ده فاكتبه مثلا بخط 20. كويس، يبقى انا دلوقتي كتبت كلام كتير ترتب نقط 1 2 3 4، فعايز احطه في صوت نقط اهو، اعلم عليه وبعدين اضغط هنا على العلامه دي النمبرنج، هيرتب لي الكلام 1 2 3 4 بدل ما اقعد اكتب واحد نقطه واكتب الكلام، لا اكتب عادي، وكل ما اكتب بعد ما اكتب الكلام بسم الله الرحمن الرحيم كذا 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 كذا. طبعا وانا بكتب زي ما بقول دايما بتكتب بعد ما بتخلص الكلمه بتضغط مسافه، وبعد ما بتخلص السطر او بعد ما تخلص الكلمه اللي انت عايزها بتحط النقطه وبعدين تضغط انتر فيكتب لك في سطر جديد، يبقى الانتر بتعمل سطر جديد، انما المسطره بتعمل مسافه من الكلمه والتانيه. كويس جدا. طب فرضنا ان انا مش عاوز احط الكلام 1 2 3 4، كلام ملوش علاقه ببعضه، يعني اسباب رفض ديت حاجات ملهاش علاقه ببعض، طب انا هعمل ايه؟ هقوم يعني مش عايز احطهم 1 2 3، عايز احطهم في خلال نقط او دوائر او رسومات او اي حاجه، فممكن اقوم اختار ده، يبقى يحطهم لي في ايه؟ في صوت نقط. طب دي شكلها رخم او شكلها مش ظريف، في من فورمات، من قائمه فورمات، ممكن اجي هنا اهو في البلتس اند نمبرنج ديت واختار الوضعيه اللي عجباني منها، يعني ممكن اختار علامه الصح، انا بحب قوي علامه الصح دي، يبقى انا بقول له فلان ان السبب 1 2 3 4، بس مش عايز اقول له ان هم 1 2 3 4، عايز اعلم له علامات قدامه. كويس، يبقى دلوقتي قدامي بدائل كتير. نكمل موضوع التنسيق. دلوقتي الكلمه دي ده عنوان رئيسي وانا مهتم بيه وعايزه يبقى واضح وباين في السطر قوي، ففي حاجه اسمها التظليل، وهو ان انا اعمل خلفيه للكلمه، الكلمه ديت مكتوبه على ورقه بيضاء على مكان ابيض، فانا عايز اعمل لها خلفيه، اعلم عليها واختار لون انا عايز اعمل منه خلفيه، طبعا افضل لون الاسود هو الرمادي ده، يبقى انا اخترت دلوقتي ان انا اخلي رمادي، طبعا تلاقي الالف مايل فمش باين كده، انا ظبطت الالف، يبقى اسباب رفضي للمشروع الفلاني كذا كذا كذا. كويس، في حاجه تانية بقى، طب فرضنا الالوان دي مش عجباني عايز اغير الالوان، يبقى اعلم على الالوان واغير اللون اللي عايزه، اجي من هنا واختار الاحمر مثلا، يبقى بعلم على اللون، بعلم على الكلمه اللي انا عايز اغيرها، دايما قبل ما بنغير اي حاجه بنعلم على الكلمه الاول، او بنعلم على الجمله، او بنعلم على السطر، وبعدين نختار طبعا احنا عارفين بنعلم ازاي من قبل كده في السلسله، هتلاقي قبل كده ان احنا من بنضغط كليك شمال وبنتنى ماشيين، نضغط ما نشيلش ايدنا من على الماوس، انا اعلم على بسم الله الرحمن الرحيم، هضغط هنا هاجي من الشمال واقوم وضغط كليك شمال واقوم ماشي واقوم مغير اللون مثلا، اكتبها باللون الازرق، يبقى كده كتبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله، اسباب رفضي كذا 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 كذا. كويس جدا، فرضنا ان انا عايز اقف لحد كده، ففي حاجه اسمها التسييف، احنا بنقول عليها في مصر التسييف اللي هو الحفظ، فعايز احفظها يعني، فدلوقتي كمان انا عامل مستند جديد ممكن اعمل سيف، فيقول لي انت عايز تحفظها فين؟ اقول له انا عايز احفظها في الحته الفلانيه بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز احفظها على الديسكتوب عندي واسميها رقم 1، فكده عملت سيف، لو دخلت على الديسكتوب بيبقى هي كده اتحفظت. طب لو ما كنتش عملت السيف ديت وقفلت او الكهرباء قطعت او اي حاجه من غير ما بسيف الكلام ولا كاني كتبت حاجه، يعني الكلام ضاع، كمبيوتر ما بيحتفظش بحاجه غير لما انت بتسيف، فانت دلوقتي لازم تكون سيفتها، انا دلوقتي سيفتها. في بقى فرق ما بين حاجتين لازم نتعرض ليهم، الفرق ما بين السيف والسيف اس. دلوقتي انا كتبت رقم 1 ده، كويس، وسيفته، لو انا كاتبه من صفحه بيضاء، لو انا كاتبه من صفحه بيضاء يعني جبت من هنا من البرنامج صفحه بيضاء زي ديت وكتبت فيها من الاول خالص، يبقى ديت في الحاله دي هيساوي السيف في سيف اس، الاثنين هيبقوا زي بعض مفيش فرق ما بينهم. امال امتى الفرق بيظهر؟ لو انا عدلت في مستند مكتوب بالفعل، يعني المستند ده مكتوب اهو، فانا قمت داخل عليه فتحته، فتح معايا عايز اعدل فيه، فقمت كاتب محمد عبد الله سليمان مثلا، ان انا اللي كاتب الشكوى دي او اللي كاتب الرفض ده هو شخص اسمه محمد عبد الله سليمان. فدلوقتي انا عندي النسخه الاولانيه اللي هي بتاعه 1 اللي هي هنا ديت، مش اصلا مش مكتوب فيها محمد عبد الله سليمان، بس انا فتحتها وعدلت فيها. كويس، بقى عندي انا دلوقتي 1 مكتوب فيها محمد عبد الله سليمان، وواحد اللي انا فاتحها مش مكتوب فيها لحد دلوقتي محمد عبد الله سليمان، يعني محمد عبد الله سليمان دي ما اتحفظتش لحد دلوقتي،
كويس. فدلوقتي انا عندي حلين، لو عملت سيف يبقى هعدل في واحد، يبقى واحد بتاعتي اللي هي المستند رقم واحد ده هيتعدل فيه، هيتضاف له كلمة جديدة هي محمد عبد الله سليمان، او جملة جديدة هي محمد عبد الله سليمان. في حل تاني بقى، ان انا اسيبها ماشي هنا، واقوم داخل هنا فايل سيف از يعني حفظ باسم، واقوم داخل هنا وكاتب ديت مخليها بدل ما هي واحد مخليها اتنين. ايه اللي حصل بقى؟ دلوقتي انا سبت واحد زي ما هي من غير محمد عبد الله سليمان، سبت واحد زي ما هي من غير عبد الله محمد سليمان، محمد عبد الله سليمان اهو، يعني هتلاقي واحد زي ما هي لما عملت سيف اس لقيت واحد زي ما هي من غير محمد عبد الله سليمان، في حين ان انا عملت واحده جديده اسمها اتنين، الاتنين زي بعض بس اتنين في ازاي فيها محمد عبد الله سليمان. يبقى سيف اس بتحفظ لي نسخه جديده من البتاع وبتسيب القديم زي ما هو، انما سيف بتحفظ زي ما احنا عندنا في مصر بنقول فوق فوقه، يعني بتحفظ بالوضعيه الاخيره، الوضعيه اللي انا عايز اوصلها في النهايه. كويس جدا. يبقى احنا خدنا الفرق ما بين دي سيف، العلامه دي بتاعت السيف اللي هنا برضك ممكن اجيبها من هنا هي سيف اهي وقدام العلامه بتاعتها، وفي سيف اس اللي احنا قلنا عليه، يبقى في حاجتين سيف وسيف اس. بعد كده عندنا معاينة للطباعة برنت بريفيو، بنشوف شكل الحاجة لو لما تطبع هيبقى شكلها ايه، ممكن نغير الحجم اللي احنا بنعرض بيه من هنا 100% زوم، يعني نغيره ممكن نخليه 500 نخليه يكبر قوي، طبعا زوم ده هيتوهنا. هتشوف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كبرت قوي ماشي. بعد هنا ممكن نعمل ايه كلوز بريفيو، نقفل الكلوز. كويس كويس كده. في هنا حاجه اسمها الاي بي سي اللي هي سبيلنج اند جرامر، يعني الوورد في مكتبه نحو ومكتبه كلمات، فممكن تكون غلطان خطا املائي او خطا نحوي في اي حاجه، في اي برنامج في اي كلمه من كلمات كاتبها، فتقول له اعمل لي ايه، اعمل لي مراجعه، فهو يبدا يراجع ويقول لك ايه ان مثلا في خطا او مفيش خطا لو انت ضغطت عليها وعملت زي ما انا كنت بعمل حالا. بس انا طبعا عندي النسخه اللي انا حاططها من البرنامج بيفهاش الموضوع ده. مهم نيجي بقى لحاجة مهمة جدا هنصعدها، بس لازم نصعدها في مستند كبير او مكتوب. فهنيجي هنا كيف تلتهم كتابة. دلوقتي انا عايز كيف تلتهم كتابة العنوان الرئيسي ده اعلم عليه، وبعدين اخليه في الوسط كويس، وبعدين اكبر له الخط خليه 22، وبعدين اخلي الخط ازرق، وبعدين اعمل له كده واشد تحت الخط، وبعدين اجيبه كمان كده خليه كمان اعلى الخط كمان خليه 28. ده العنوان الرئيسي بالنسبه لي، فكان مهم قوي. بقى عندي عناوين رئيسيه مشابهه تانية انا عايز اعمل فيها نفس الحركه دي، عناوين رئيسيه كتير، فعلم على العنوان ده عايز اعملها بقى اعمل منهم كلهم شبهه، فعايز اسرق التنسيق بتاع العنوان ده، او بلاش اسرق اقتبس او اعمل زيه بالظبط، فاقوم معلم عليه واقول له انا عايز اعمل واحد زيك. ففي حاجه اسمها هنا فورمات بنتر، يعني اللي بياخد الفورمات او تنسيق اللي انت عامله بياخده زي ما انت عامله بالظبط ينقله الحته التانية كتير، فانا هضغط عليه ضغطتين كده يشتغل معايا. هاجي هنا على اللي انا عايز اعلمه واضغط عليه كده يتحول لتنسيق جديد، اجي هنا تحت اهو يتحول لتنسيق جديد، اجي هنا كده يتحول لتنسيق جديد، اجي هنا كده يتحول لتنسيق جديد. بس خلي بالك ان انا لما علمت عليه وضغطت هنا ضغطت ضغطتين، لو ضغطت ضغط واحده هيعمل لي مره واحده، يعني هيعمل لي كيف تصبح قارئ سريع بس دي، انما عشان اعمل اللي تحت دوت لازم اكون ضغط ضغطتين، يعني لو ضغطت ضغطه واحده يبقى انا قصدي على ان انا عايز استخدمه مره واحده، انما لو ضغطت ضغطتين يبقى انا قصدي عايز استخدمه عدد لا نهائي من المرات. خلاص دلوقتي هو لسه شغال معايا، هتلاقي حتى علامه الفرشه دي موجوده اهي، ده بيسهل على الناس اللي بتكتب كتب قوي، لان هو بيبقى محتاج ان هو اهو كده بيبقى محتاج ان هو طبعا علامه دلوقتي راحت لان انا استخدمت اداه تانية ضغطت على الانتر، فالعلامه اللي انا شغال فيها والفورمات بنتر تلاقي حتى الايه اي حاجه انا بستخدمها تلاقيها مظلله باللون ده، يعني لونها متغير عن الباقي، فالحاجه اللي انا مستخدمها دلوقتي ان انا عامل السنتر فهتلاقي مظلله، لو كنت عامل فورمات بنتر كانت هتبقى مظلله هي كمان. نرجع هنا، يبقى احنا عرفنا الايه فورمات بنتر. هتلاقي هنا علامه المقص اللي هي الكات، هتلاقي هنا جنبها علامه الورقتين اللي هي الكوبي، هتلاقي هنا جنبها علامه البيست،
يبقى عرفنا الادوات دي كمان والفورمات بندل. اللي احنا بنعمله بكنترول زد ان احنا نرجع في كلامنا ده اسمه اندو، اللي جنبها اسمها ايه ريدو. يعني لما انا ارجع في كلامي بعمل كنترول زد يبقى انا كده عملت ايه اندو، لما بعمل كنترول واي يبقى انا كده عملت ايه ريدو. يبقى انا عندي اندو وريدو، اندو وريدو. الاندو ان احنا ان انا ارجع في كلام، الريدو ان انا ارجع في الكلام اللي انا كنت رجعت فيه، ارجع في الكلام اللي انا كنت رجعت فيه اخر مره. حاجه كمان لو انا عايز اعمل لينك، يعني ايه اعمل لينك؟ يعني مثلا عايز اضغط على اجي هنا اهو واضغط كليك يمين واكتب ان هو جوجل، يبقى انا كتبت كلمه جوجل. عايزه بقى المستند بتاعي او الكتاب بتاعي لما يتحط على النت او يتحط في اي حته، لما واحد يشوف كلمه جوجل دي ويحب يضغط عليها يفتح له موقع جوجل، فاضغط له هنا هايبر لينك. ده التكست ايوه وديسكتوب. look at link to existing file create document list to this document browser. ده الادريس، هقول له اوكي. دلوقتي انا هضغط اقف عليه كده، لو ضغطت على كنترول وضغطت على، طبعا هنقفل جوه اللي تحت ده، لو ضغطت على كنترول وضغطت على كلمة جوجل هيفتح دلوقتي موقع جوجل. فتح لي موقع جوجل. يبقى انا بعلم على الحاجة اللي انا عايز اكتبها هنا اهو، وبعدين بقول له كده، وبعدين بكتب له الادريس تحت. لو انا مش عايز جوجل عايز ياهو، هكتب ان هو ياهو. ياهو عشان الناس ما تقولش يعني ان احنا ايه نشجع جوجل ومنشجعش ياهو. كنترول زد اهو، هعلم عليها واضغط عليها من هنا واكتب www.yahoo.com. بعد كده اضغط اوكي. يبقى انا كده لو ضغطت على كنترول على كنترول وبعدين ضغطت على الماوس كليك، هو بيقول لي اضغط على كنترول اهو، وبعدين اضغط على الكلمه، فانا اضغط على الكلمه دلوقتي هيفتح لي موقع ياهو. يبقى انا خليت المستند كمان يبقى فيه لينك. الحكايه دي اسمها لينكس، الحكايه دي اسمها لينكس، يعني ان الصفحه تفتح حاجه تانية. ممكن اخلي اكتب مثلا كتاب مثلا كذا، يعني ممكن اخلي كتاب كيف تقرا كتابا، كيف تلتهم كتاب. الكتاب ده كمان عايز لما اقرا اسمه افتحه، بس هو على الجهاز بتاعي، يعني مش عايزه يفتحه من على النت، عايز افتحه من على الجهاز بتاعي. اعلم عليه واضغط عليه من هنا، وبعدين اعلم عليه بقى هنا عندي كيف تلتهم كتابا فين اهي، خلاص. وبعدين اقول له ايه اوكي. دلوقتي انا ضغطت على كنترول وضغطت على دي هيفتح لي كيف تلتهم كتابا، يبقى فتح لي الكتاب اللي هو عندي على الجهاز. يبقى انا ممكن افتح من عندي على الجهاز اي حاجه من خلال مستند وورد. بعد كده عندنا ان احنا نعمل جدول. باجي من هو اداه ده اهي، بضغط كده بيديني قلم رصاص اعمل بيه الجدول زي ما انا عايز. ادي القلم الرصاص بعمل اول طلع عامل الجدول. بجيب الاداه تانية اهي، اعمل طلع عامل جدول اهو طلع عام، وبعدين اشد خطوط اقول له انا عايز اعمل خط كده وخط كده وخط كده وخط كده. طبعا الجدول مش قد بعضه، باجي بقى من هنا بظبط الجدول، بطلع ده واصغر ده واكبر ده واظبط زي ما انا عايز اهو. اجي من هنا كمان اغير ده كده، وانا كده ببدا اغير في الجدول زي ما انا عايز. طب الشكل ده من الخطوط مش عاجبني، اضغط من هنا واغير الخط ده خليه كده. هنشيل الجدول ده خالص وهنعمله من اول تاني. هنيجي من هنا وبعدين اخترنا احنا الخط اهو الفولدر اللي احنا عايزين نكتب بيه، فنيجي نختار اداه تاني اهي كويس. هتلاقي اختارها بالايه بالخط اللي احنا عاوزينه، خلاص كده كويس جدا. طب عايز امسح خط من الخطوط، بجيب من هنا الاستيكه وامسح الخط، اقف عليه واضغط عليه بالاستيكه فيتمسح الخط اللي عندي او يضاف او زي ما انا عايز. فكده اتعلمنا كمان نعمل جدول بايدنا. في نظام تاني في الجدول،
طب انا واقف هنا في الصفحة دي دلوقتي وعايز اعمل اسيب الصفحة فاضية وانزل صفحة جديدة، يعني انا واقف هنا دي الصفحة اللي انا فيها رقم كام؟ 2 اهي، 2 من 2 صفحتين، انا في صفحة 2 فيهم، فعايز قدامي حلين، اضغط انتر 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 لحد ما اخلص الصفحة ويفتح لي صفحة جديدة. في حل تاني بقى، اضغط بقى كنترول انتر فيسيب بقى الصفحة دي فاضية وينزل يفتح لي الصفحة الجديدة مرة واحدة. دي حاجة. طب لو انا عايز اضيف جدول ذكي، جدول ذكي يعني جدول من برنامج اكسل، فلو ضغطت من هنا كده اقول له ضيف لي جدول من برنامج اكسل، فيقول لي ايه عايز تضيفه كام خانة، اقول له مثلا 4 في 5، فتنين اعلم لحد ما اشوف الجدول هيبقى كام. اهو انا 4 في 5 يعني كله. اهو يبقى هو كده ضاف لي حتة من برنامج اكسل في قلب الايه الجدول بتاعي. بقية الشيت بتاع اكسل موجود اهو للناس اللي بتحب تشتغل على الاكسل في قلب الايه في قلب الوورد. دي حاجة طبعا بعد ما خلصت ضغطت يبقى كده موجود. طبعا ميزة اكسل عن بقية الحاجات ان اكسل هيقدر يجمع ويطرح ويحسب ويعمل حاجات كتير. طب لو انا عايز جدول برضو جدول عادي مش جدول بتاع اكسل ده، اضغط هنا واختار 4 في 5، يبقى ده كده بدل ما ارسم الجدول بايدي ده يجيبه لي الجدول معمول جاهز. كويس. طب لو انا عايز اقسم الخانة ديت واعمل جواها جدول اقدر برضو اهو، يبقى انا عملت جوه الخانة جدول تاني. دي كلها حاجات متاحة. طب انا هاجي هنا واضغط كنترول انتر اسيب الصفحة دي واعمل صفحة جديدة خالص. في حاجة هنا اسمها ان انا عايز اكتب في عمدان، يعني عايز اضغط كده بحيث ان اكتب الكلام في عمودين. فلما اجي اكتب شوف الكلام هيتكتب ازاي كده، بعد ما يخلص العمود ده ينتقل للعمود اللي جنبيه. انا بكتب كده بحيث ان انا ايه اكتب الكلام في صف وقصاد صف، يعني صف قصاده صف او عمود قصاده عمود. دي حاجة كويسة برضو. بعد كده عندي ممكن اكبر من هنا واصغر الزوم ان وزوم اوت بحيث ان انا اشوف الكلام كبير او صغير زي ما انا عاوز. اكبر 150، اصغر 100. طبعا طول ما انا بكتب في الوورد بلاقي الكلام دخل في بعض وحصل حاجات غريبه طول ما انا شغال، لان المؤثرات دي بتدخل ايه او الاوبشنز اللي انا بستخدمها والفيتشرز ديت بتاثر على بعض. فدايما تحاول يبقى معاك على طول كنترول زد كنترول واي وتظبط الحاجات وتنسقها وتكون صبور على البرنامج. هو بيديك امكانيات كتير بس احيانا كتير بيلخبط منك، فمحتاج منك مجهود شويه على ما تتعود على انك تستخدمه استخدام كويس وتعرف انت عايز تعمل منه ايه بالظبط. لو انا عايز اعمل بقى مستطيل في قلبه الكلمه بتاعت اسباب رفض دي بحيث تبقى متعلمه تعليمه 100 100، باجي من هنا اختار شكل الشكل اللي انا عايز اعمله ده اوت سايد بوردر، انا كده هعمل اوت سايد بوردر حدود خارجيه للكلمه. وممكن عايز اعلم على الكلمه دي كمان واعملها اوت سايد بوردر اهو، بختار اوت سايد بوردر. طبعا هو انت ممكن تعمل اصلا بالموضوع ده اكتر من بوردر واكتر من شكل. بوردر يعني اطار وحد، في عندك الشكل ده في عندك كمان الشكل اللي جنبه ده تحت ايه، يبقى انت عندك اكتر من شكل تقدر تعمل فيهم بوردرز وتقدر تكتب، يعني مثلا تقدر تعمل كده وتقدر تعمل دي كده بحيث انك تقسم الكلام وتحطه ايه تحطه جوه بعضه وتحط دي في جدول ودي في جدول وتركب الجدولين على بعض، يعني حاجات كتير جدا. كويس اوي. دلوقتي انا كتبت الكتابه دي كلها وعايز افتح بقى صفحه جديده خالص، يعني برنامج وورد جديد مش صفحه جديده، لا المستند ده انا عايز اسيبه زي ما هو. طبعا مجموعه الصفحات على بعض بيبقى اسمه مستند دوكيومنت. طبعا عايز افتح مستند جديد اهو من هنا نيو دوكيومنت، يبقى اضغط على الصفحه البيضاء دي تفتح لي مستند جديد. في المستند الجديد عايز ابداه بحاجه اسمها الوورد ارت من هنا. ده الوورد ارت، الوورد ارت ده شكل جمالي انا بكتب بيه بحيث ان الكلام يبقى شكله مبهر. يعني مثلا اقوم مختار الورد ارت ده شهير جدا، واقوم ضاغط هنا ومختار الاندلسي مثلا وكاتب بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين معلم عليه مثلا ومكبره كمان مخليه 44 ومخليه بولد كمان. كويس. وضغطت اوكي فلاقي مكتوبه بسم الله الرحمن الرحيم بشكل ايه بشكل جمالي جذاب، ينفع ان انا لو طبعتها الوان يبقى شكلها رائع يعني. فاجي من هنا ضغط وبعدين من هنا اختار الشكل اللي هو بيعلمني عليه ده، واختار من هنا اختار مثلا سكوير. ليه بقى سكوير؟ لان سكوير ده بيديني امكانيه نقله،
بقدر انقلها بسهولة مع السكوير ده. ها وممكن اظبطها على اي حاجه من الحاجات دي. الحاجات دي يعني بيقول لك هي هو الورد ارض بالنسبه للصفحه ايه، فانا بقول له خليه بالنسبه للصفحه كانه مربع ماشي. فبضغط من هنا وابدا اكبر اهو كويس. كمان باجي من هنا اقدر الفها يعني كده، شوف كده هتلف معايا. يعني لو انا عايز اعملها مايله او عايز اكتب كلمه مايله، يعني احيانا كتير كده تلاقي ايه، تلاقي وانت داخل المنتدى وداخل حاجه تلاقي كاتب لك هنا كلمه مايل، فهو عملها بحاجه زي كده. يعني قصدي ايه، لو انت عايز تعملها في الكتاب وتعملها بالبرنامج الوورد كده خلاص. كمان ممكن العب فيها بحيث ان انا ايه اغير اتجاه، يعني شوف اخليها مايله او اعدلها شويه او اعمل فيها اللي انا عاوزه، وفيها ظل جميل. طب لو انا عايز اغير شكلها اصلا مش عاجباني الشكل ده، باجي من هنا ده لو انا عايز اغير الكتابه اللي فيها قصدي، لو عايز اغير شكلها من هنا ممكن اغير كمان الوانها. لما ضغطت كليك يمين يبقى انا غيرت ايه الوانها، يبقى انا عايز اغير الالوان بتاعتها كمان. ممكن اخليها زرقاء بس، هاي كده تبقى زرقاء بس. ممكن اجي برضك هنا من كليك يمين فورمات وورد ارت اغير الكالرز بتاع اللاينز بتاعتها، خليها دي خضراء واخلي الخط ده مثلا منقط. لو حضرتك لاحظت في فرق برضك من فورمات وورد ارت ده، ممكن اغير السايز بتاعها اكبره وصغره. ممكن اخلي ده مثلا بدل ما هو واحد اخليه ده 2 مش 12، يبقى هتلاقيه تلاقي شكلها اتغير برضه. كل الحاجات ديت انا بغير فيها اللي اوت بتاعها. طبعا انا مخليه سكوير، ممكن اخليه حاجه تانية بهايند تكست. بهايند تكست يعني ديت خلف الكلام، يعني تبقى خلفيه للكلام، تبقى موجوده بحيث ان الكلام يكتب فوقيه. يعني لو جيت اكتب هنا جيت اكتب هنا استون انا عايز اكتب، بس هو عايز ينزل. اهو عايز اكتب اهو، شوف هيجي الكتابة هتيجي عليها بحيث ان انا خليتها خلفية للكلام. فطبعا في الحالة دي بقوم اخلي لونها هي باهت شوية بحيث لما تتضبع ما تلغوش على الكلام. ممكن اخليها لون باهت مثلا زي الرمادي ده، رمادي خفيف كده، بحيث ان هي لما تتطبع تبان ورا الكلمات بس من غير ما تلغوش عليها. كويس جدا، ده كده اختراع من الاختراعات الجبارة جدا في الوورد عرفناه هو الوورد ارت. نفتح صفحة تانية، يبقى الاختراع اللي احنا عرفناه ده او الحاجة اللي احنا عرفناها ديت ده الوورد ارت، وعرفنا ازاي نعالجه وازاي ننسقه وازاي نعمل فيه بلاوي زرق. خلاص اسف المصريين دول بيبقى لهم كلام غريب. المهم نرجع نكتب وورد ارت تاني اهو، ضغطنا عليه من هنا وبعدين بنختار الشكل اللي عايزينه وبعدين بنكتب. كويس جدا. غير الوورد ارت في حاجه اسمها عندي هنا تكست بوكس. التكست بوكس انا عايز اكتب نص في مربع لوحده اهو، اجي اكتب هنا النص اللي انا عاوزه اهو، يبقى ده تكست بوكس. تكست بوكس ميزته ان هو ملوش دعوه بقيه المستند، يعني النص ده ملوش دعوه بقيه المستند. يعني ايه ما بيحاسبوش على انه من باقي المستند اهو، ده موجود مع نفسه تكست بوكس. فاقدر اعمل تكست بوكس في اي حته، دي ده ميزته. يعني تكست بوكس بتعمل في اي حته، انما بقيه المستند كله مرتبط مع بعض لما بتحرك كلمه كلمات تانيه، انما تكست بوكس ده بياخد مساحه بيحجزها لنفسه وبتكتب فيها اللي انت عاوزه. دي حاجه. تاني حاجه عندي الرسم، لو انا عايز اعمل مستطيل اهو كده عملت مستطيل، لو انا عايز اعمل دايره خط بيقدر بقى بتوع الهندسة او بتوع الكتب الهندسية يرسموا من الاشكال دي. من هنا ممكن اختار فورمات اوتوشيب، من هنا ممكن اظبط بقى الايه اللاين. فاللاين هنا بيقول الخط ده كده ولا كده ولا كده، انا عايز اعمله اخره ايه، اخره مثلا السهم ده مثلا، والستايل بتاعه من يمين ومن الشمال، ولا من الشمال يعني ده من اليمين سهم شكله كده، من الشمال يبقى شكله يقول له شكله كده برضه. والستايل بتاعه عايزه تخين ولا رفيع، تخين، يبقى انا كده عدلت في الشكل خليته كمان ايه السهم بقى تخين. شايف الاول السهم كان شكله رفيع زي ده كده، فدلوقتي بقى ايه بقى تخين.
كل دي تعديلات كتير جدا قدرت اقوم بيها في برنامج الوورد. بعد كده عندي ادراج دايجرام، انسرت دايجرام. اللي هو ايه الدايجرام ده؟ الدايجرام ده يعني المخطط. يعني ايه مخطط؟ لو عملت انسرت دايجرام فلاقي عندي كذا شكل المخططات، ده مثلا شكل منهم. لو انا عايز اقول مثلا ان الحاجه الفلانيه بتنقسم الى 3 اقسام، فاجي اكتب اسم الحاجه هنا وبعدين اضغط هنا واكتب اسم الاقسام بتاعتها، وبعدين اضغط هنا واكتب اسم الاقسام التانية. طبعا بكتب اي كلام دلوقتي، ماشي؟ يعني الشيء الفلاني بيصنف على 3 اصناف، كذا وكذا وكذا وكذا. بعدين بعلم على كل واحد فيهم وبايه وبتخن الخط وبكبر الكلام زي ما انا عاوز. خلاص، يبقى انا ممكن مثلا اقول اسماء اخوات كان مثلا، اخوات كان، واقول كذا وكذا وكذا وكذا، وكل واحده فيهم اعملها ايه، اعملها في ايه، في مستطيل. طبعا لو عايز اضيف عدد اكبر بقدر اضيف برضو. لو عايز اغير الشكل بحيث ان يبقى في حاجه فرعيه من جوه الحاجه دي ممكن اعملها. لو عايز اجيبها بحيث ان يبقى في حاجه طالعه برضك من جنب كده، كل الحاجات دي موجوده اهي في البرنامج. حضرتك ممكن تستعيدها وتجربها وتشوف الحاجات اللي ناقصه. كمان ممكن اغير الالوان من هنا والاستايلات اللي موجوده ديت. ممكن اعمل الستايل ده مثلا، سهل لي ده ستايل حلو قوي بتوع الرياضه والحاجات اللي زي كده. خلاص، كمان واحد هنبدا نقفل بس الناس اللي مفتوحه دي. نو هو بيقول لي احفظه، فبقول له نو ما تحفظش الحاجات ديت، ايه ما سيفهاش، مش محتاجه انا بعد كده. لو قلت له يس هيقول لي احفظها فين، وقلت له نو هيقول لي مش هحفظها. لو قلت له كنسل يبقى كده ايه، يبقى كده الامر بتاعي ما كانه لم يكن. خدنا ادراج مخطط. بعد كده عندنا حاجه اسمها ادراج صوره. ادراج صوره اللي هي العلامه بتاعتها دي، كويس؟ ده ادراج، اللي يبقى ادراج صوره اللي هي العلامه بتاعتها دي، ان انا عايز اضيف صوره للجهاز. فاجي اطلع من هنا كده اهو، اقوم طالع ادور على الصوره بتاعتي في قلب الجهاز، واقوم داخل له مثلا ماي بيكتشرز، وداخل هنا في الماي بيكتشرز دي مختار الصوره اللي عايز. طبعا الصور ممكن ما تكونش باينه كده، فاظبطها هنا، اظبط هنا من الشكل اللي انا عايزه. عندي كذا وضعيه للصوره، بجيب الثامب نيلز ديت عشان اختار الصوره اللي انا عاوزها. يبقى دي الصوره بتاعتي، فاضغط عليها جت الصوره، او اضغط عليها الاول ضغطه اظبط الوضعيه بتاعتها اخليها سكوير عشان اقدر احركها بسهوله. وبعدين اقوم مصغر الصوره ومكبر الصوره زي ما انا عايز. باجي من هنا اقوم مصغر، او من هنا، يبقى ده بغير الطول والعرض مع بعض، ده بغير العرض بس، ده بغير الطول بس، كويس؟ ده لو انا عايز اميل الصوره واحركها كمان، دي حاجه متاحه بالنسبه لي. دي لو انا عايز اضيف صوره تاني ممكن من هنا. في هنا الالوان بتاع الصوره اوتوماتيك، يعني الوان الصوره عاديه، ولا الوان الصوره بحيث انها تكون رماديه، ولا بلاك اند وايت، ده يعني ابيض واسود بس ما فيهاش رمادي، فابيض واسود بيبقى شكلها سيء جدا، ولا وش اوت، يعني هتبقى ايه، هتبقى خلفيه للحاجه، فهيبقى انت عايزها ايه، علامه مائيه، يعني علامه بحيث ان ايه لما تيجي تطبع تظهر معاك، بس هي في نفس الوقت ايه، هي الصوره انت مش محتاجها، انت عامل علامه مائيه من خلف الصوره وخلاص. اوتوماتيك دي انت هتطبعها لانها صوره، انما وش اوت هتطبعها لانها علامه مائيه زي خلفيه للكلام، كويس؟ كويس جدا. في بعد كده عندنا حاجه اسمها ادراج كليب ارت. من هنا باجي برضك اعمل ادراج للكليب ارت. الكليب ارت ده عباره عن رسمه، طبعا هو مفيش قدام اختيارات دلوقتي، فبقوم قايل له جو بيظهر لي كل حاجه، عبارة عن رسومات جاية مع البرنامج قد احتاج الى بعضها، يعني هم مصنعينها بحيث ان انا ممكن احتاج لبعضها. اهي كل رسومات واشكال وحاجات كتير جدا. فرضنا مثلا ان انا عجباني عايز علامة ال سيارة الاسعاف ديت، فاضغط عليها ضغطتين واغير اللي اوت بتاعها اخليه ايه سكوير عشان ابدا اكبرها واصغرها. بس لما بضغط عليها ضغطين بيفتح لي الايه، اذا كنت عايز اغير لونها ولا حاجه. شوف كده هيتغير الفيلنج بتاعها، اللون، علامه الملء بتاعتها لده، والكالرز بتاع اللاين ممكن اغيرها لده. يبقى انا كده ايه بعمل تغييرات في الصوره زي ما انا عايز. السايز برضك والاحجام اللي هنا ممكن اغير الهايت، الارتفاع بتاعها، والويدث، العرض بتاعها كمان. يبقى كده كمان خدنا ادراج كليب ارت. في حاجه مهمه بقى، لما لو جينا المستند زي ده، زي بتاع الرجال من المريخ والنساء من الزهر،
دلوقتي الكتاب ده معمول وشكله كويس قوي وممتاز يعني، مفيش مشكلة خالص. جينا عايزين نعمل الكتاب ده بقى، عايزين نعمله ايه؟ انزل كده وبعدين نضغط عشان ايه. عايز اعمل له بقى اطار، يعني انا ممكن الكلمة دي اكون عايز اعملها اطار. عرفنا ازاي بنيجي من هنا ونعلم اهو، انا عايز اشيل النقطة ديت فهشيل النقطة من هنا، عايز اعمل له اطار، ممكن اعمل له اطار ده، يبقى كده اتعمل لها اطار اهو. طب ممكن اعمل كنترول زد واغير كلامي. عايز اعمل اطار، في حاجة اسمها فورمات بوردرز اند شيدنج، ده بختار منه الاطار اللي انا عاوزه. فممكن اعمل له اطار، بختار انا البوكس وبختار الاطار اللي انا عاوزه من الاطارات اللي انا عايز اعملها. ده كمان برضك بيعمل لي اطار يعني بدل الاطار التاني اللي هو بي ايه بيعمل اهو. يبقى ده كده عملت اطار هو كمان. طب لو عايز اعمل اطار للصفحة كلها من فورمات بوردرز اند شيدنج، يبقى في طريقتين. فهمنا النقطه اللي فاتت ديت، في طريقتين لعمل الاطار. من ممكن اعمل طريقه مختصره ان انا اعلم على الكلمه واختار الاطار من هنا، وممكن اعمل الطريقه الطويله ان انا اعلم على الكلام اللي هنا واختار فورمات وبوردرز، واختار البوردرز ده اختار من البوكس واختار اللي هنا بالشكل اللي انا عاوزه. من هنا من اوتوماتيك ممكن اختار اللون الكلر، من الكلر اختار اللون، وكمان ممكن اتخن الخط اللي انا عايز اكتب. في حاجة تانية بقى، انا عايز اعمل اطار عام للصفحة كلها، فبعمل من فورمات بوردرز اند شيدنج بيج بوردر، بختار الاطار بتاع الصفحة ككل وبختار من هنا مثلا واقول له ايه اوكي. يبقى كده عمل الاطار للصفحة كلها، الاقي كل الصفحات معمول لها اطار. طب فرضنا الاطار ده مش عاجبني، انا هطبع الوان بقى وهطبع حاجة ايه عايز يبقى شكلها حلو اوي، فعملولوش اشكال تانية اطارات الصفحات، الاقي هنا اشكال فنية، اشكال فيها ارت فيها فن، فممكن الاقي الزهور ديت ايه شكلها الطف بكتير من الموضوع الابيض واسود. انا كده اتعلمت اعمل اطار لكلمه او لسطر او لجمله من هنا، اعلم واختار الاطار، او من هنا برضو فورمات بوردرز واختار الاطار بتاعي زي ما انا عايز كويس، واغير في لونه واغير في سمك خطه، او ممكن اختار من فورمات بوردرز البيج بوردر اختار الاطار اللي انا عاوزه ايه من هنا اذا كنت عايزه ارت، او ممكن اختاره اطار عادي من هنا، اطار عادي من الخطوط من هنا. يبقى ممكن اختاره ارت وممكن اختاره بيج بوردر عادي خالص كويس كويس جدا. عرفنا طبعا ازاي نظلل الكلام، ممكن كمان نظلل الكلام من الفورمات من البوردرز اللي احنا كنا جايبينها حالا دي. لو علمنا كده بنختار بقى ان الوان كتير جدا، عندنا رمادي بدرجات، فانا محتاج مثلا نظلل الكلام ده بالاصفر، اقول له اوكي، يبقى دي هتظلل بالاصفر وهي مكتوبه بالاحمر. طب لو انا عايز اغير لونها مثلا، عارف ان الاصفر بيليق عليه قوي لزق، فعلم على ده واختار ايه، اختار من هنا اغير لون الكلام بالازرق. انما هنا انا كنت مختار ايه خلفيه الكلام او التظليل بتاعه. في حاجه بقى عظيمه جدا، وهي تغيير خلفيه الصفحه نفسها، ان انا عايز الصفحه بتاعتي دي يبقى لها خلفيه، فاضغط كليك يمين وبقول له لا مش من هنا، مش كليك يمين، بضغط فورمات وبختار هنا باك جراوند. فباك جراوند بقول انا عايز اعمل خلفيه للصفحه، يعني انا هنا بكتب على ورقه بيضه، طب انا عايز اكتب على ورقه حمراء اهو، انا كده اكتب على ورقه حمراء، بس خلي بالك لو كتبت على ورقه حمراء الكلام الاحمر مش هيبان. فورمات بيج باك جراوند قصدي، ممكن اختار فيل افكتس، يعني عايز كلام فيه مؤثرات. هلاقي بقى هنا انواع المؤثرات، ممكن اختار تو كلر واختار الالوان اللي انا ممكن ادخل فيها مؤثرات، واختار هنا مثلا كده، فيبقى الكلام عندي بايه بخلفيه كده، ده شكلها جميل جدا. باك جراوند، وممكن اختار في الافكتس اختار ايه باترنز هو مختار انه انا مثلا عايز اعملها يبقى بالشكل ده. كل الحاجات دي عباره عن تجارب، انت تجرب الاشكال اللي انت لحد ما تعرف الشكل اللي انت عايزه. في هنا بس تكستشر هو اللي انت بتختاره، تكستشر ده يعني بعض الاشكال هو مديها لك انت بتختار منها اللي انت عاوزه، مثلا ده كده واقول له ايه اوكي، يبقى انت كمان هتغير ده كويس كويس كده. باك جراوند، في كمان ان انا ممكن اقول في الافكتس في عندي بكتشر، يعني ان انا اختار صوره من عندي على الجهاز اخليها خلفيه للكتاب، فاقوم جايب مثلا الصوره اقوم اعمل هنا ايه انسيرت واقول له اوكي، يبقى انا خليت الصوره بتاعتي خلفيه كمان من عندي على الجهاز، خليتها خلفيه للكتاب او الحاجه اللي انا بكتبها كويس جدا. يبقى احنا عرفنا هنا حاجات مهمه جدا في برنامج الوورد، واستعدنا استعداد سريع جدا للبرنامج. المهم ان احنا عرفنا الادوات وفتحنا البرنامج كله على بعضه، دي الوظيفه الاساسيه للحلقه. هيبقى في مثال تطبيقي على الحلقه، يعني هيبقى اقول له نو طبعا مش عايز احفظ الكلام اللي انا عملته ده كله.
نو نو هرجع طبعا اني ما سيفتش، هرجع الاقي الكتاب زي ما هو، اني ما سيفتش حاجه فيه. انما لو انا طول ما انا ماشي بسيف، فهو ضغط ايه، كل ما بعمل حاجه دايما وانا بكتب او انا بعمل اي حاجه، اول ما اخلص الحاجه اللي انا بعملها واعدل فيها، ممكن الكهرباء تفصل، الكهرباء تقطع، او اي حاجه تحصل، فاقوم اعمل ايه، سيف على طول. يعني انا طول ما ماشي سيف، ممكن بدل ما اعمل سيف كمان اعملها اختصار، لا اختصار من سطح، من على الكيبورد كنترول اس. في حاجه كنت عاوز اقول عليها، لو الكيبورد بتاعتي مش بايظه او فيها حاجه وعايز اكتب، ممكن اجي من هنا اول بروجرامز واختار من اكسسوارز بتاعتي، الاقي هنا اون سكرين كيبورد، يعني كيبورد جاي في الويندوز اهي، الكيبورد ديت جايه في الويندوز. اغير اللغه، وغير ايه الكلام، كابيتال وسمول، المفروض انت تغير اللغة كده، المفروض العربي يجي. المهم يعني احنا كده عرفنا بس الكيبورد بيجي منين، الكيبورد كمان بيجي منين. في حاجة أخيرة عايز أقولها في آخر ثانية من الحلقة، إن أنا لو أنا عايز أحفظ المستند بتاعي ده بحيث إن هو محدش يقدر يلعب فيه غيري، ففي حاجة اسمها إيه، الأوبشنز. الاوبشنز ديت هي الخواص بتاع برنامج الوورد. فانا باجي هنا من الاوبشنز واقول له ان انا عندي اوبشنز كتير جدا، خيارات كتير جدا، نبقى نستعيدها لما نتكلم، او هنستعيد بعضها طبعا، مش هنستعيدها كلها، نستعيد بعضها لما نبقى نكمل بقيه شرحنا لبرنامج الوورد في حلقات تانية. ان شاء الله كل اللي احنا عملناه ده نعمله عملي على كتاب، بس هتبقى فتره الحلقه اقل. انا كنت عايز ادمج الحاجتين في بعض، بس اكتشفت انها هتبقى حلقه طويله قوي، فقررت ان انا اعمل بس اتعلم الوورد في ساعه، وبعد كده نبقى نشوف الحلقات التانية. هنرجع لموضوع الاوبشنز، هنجيب الاوبشنز جبناها عادي من هنا من تولز اوبشنز اخر واحد، وعندنا اختار التاب بتاع سكيورتي. يعني انا مثلا ببقى واقف في جنرال، اقف على ايه سكيورتي، اقول له هنا في كلمه سر للفتح، يعني لو عايز تفتح البرنامج مثلا 4 اصفار 1 2 3 4، يبقى انا كده اخترت ايه، ان انا عايز اعمل كلمه سر للمستهدف لو حد عايز يفتحه. في كلمه سر مثلا 1 2 3 4 1 2 3 4، كلمة سر اللي فوق عشان حد يفتح المستند، كلمة سر اللي تحت عشان حد يغير حاجة فيه، يعني يعدل على الكلام اللي انا كاتبه، وبعدين اقول له اوكي. بعدين هيقول لي ري انتر باسورد تو اوبن، باسورد بتاعت الفتح ايه، اقول له 0 0 0 0، وبعدين اقول له اوكي. طب ري انتر الباسورد التانية بتاعت التعديل 1 2 3 4. يبقى انا ممكن اودي الكتاب ده لاي حد ما اقدرش دلوقتي يعدل فيه. شوف بقى انا لو قلت له هنا يس وانا بقفل، فهيسيف الاعدادات الجديدة. دلوقتي لما انا اجي افتح رجال من الزهرة ونساء من الرجال من المريخ ونساء من الزهرة، هيقول لي ايه، البرنامج ده مقفول بباسورد، او الكتاب ده مقفول بباسورد، ادينا الباسورد بتاعته. فاقول له 0 0 0 0، فاقول له اوكي. هيقول لي لو انت عايز تعدل في الوورد ده لازم تقول لي الباسورد التانية اللي هي بتاعة التعديل. فانا ممكن اقول له ايه، انا عارف باسورد بتاعة التعديل 1 2 3 4. لو ضغطت له اوكي يبقى كده هيفتحه لي عادي خالص كان ما فيش باسورد، يبقى كده هيفتحه لي واتعامل معاه واغير وغير الوان وغير كل حاجه. ممكن بقى لو مش معاه الباسورد ديت، او صاحب الكتاب مش مدهاني، ممكن اقول له ريد اونلي، اقول له يا عم انا مش عايز اعدل، فين عايز اقرا بس، ريد اونلي يعني اقرا بس، فانا كده اقراه. طب تعالى انت عدل، تعالى كده نعدل، هنعلم على الكلام كده، وبعدين عايزين نغير الخط، وعايزين نكبره، كبرنا الخط كده، تعالى ما نسيف. لو جيت اسيف هيسيف على انه ايه، مستند جديد، يعني هيسيب القديم زي ما هو، واخد بالك، ادي القديم اهو، اقفل اهو. يبقى تعالى بقى ما نروح للرجال اهو، ده الاصلي، ده الاصلي ابو باسورد. تعالى ما نروح له كده، هنقول له 1 2 3 4 اوكي، وبعدين هنقول له ده ريد اونلي. هلاقي هنا ما حصلش في تغيير اهو، امال مين اللي حصل فيه تغيير؟ التاني، لان هو حفظه المره اللي فاتت، حفظه سيف اس، يعني ساب الاصلي زي ما هو بس حفظ لي نسخه جديده منه اهو. نسخه جديده منه معمول فيها التعديل اللي انا عملته، بحيث ان الاصلي زي ما هو. طبعا دي يعني بيستخدموها في ان انك تضمن ان ما فيش حد يعبث في المستند بتاعك، او على الاقل تبقى موجود منه نسخه اصليه عندك على الجهاز. لكن طبعا في حاجات تانية، ان احنا ممكن نحول الوورد ده البي دي اف، ده بيحمل الوورد اكتر.
شكرا لكم على حسن استماعكم، وارجو ان تكونوا قد استفدتم بالحلقه، وارجو انها تكون قد مفيده، وان انا اكون وفقت في جمع كل الادوات دي مره واحده. هي كتير انا عارف، بس ان شاء الله انا متاكد ان شاء الله العقليه العربيه والمستخدم العربي عنده قدره ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لنا فيهم جميعا، لانه يستوعب كل الحاجات اللي احنا قلناها دي. وارجو ان تكون الحلقه مفيده لحضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.